تبرعوا مع راساتكم، كاين ما يتشاف. وما تنساوش ديروا بارتاج، وما تنساوش ديروا جيم. اهلا وسهلا ومرحبا بجميع الحضور، مرحبا بكم. غادي نوريكم كيفاش ارغان كيتصاوب. هذه المرحله ديال الطحين، كيطحن في الرحى. يعني كيفاش كيطحن؟ ماشي هو سهل، حيت هو صعيب بزاف. ما درش لكم انا كاع لو ديبي ديالو، على وداش باي كلية الفيديو طويل بزاف، داكشي علاش نقصت. هذا فين كيتعجن، كيتسخن وكيتعجن باش يخرج الزيت. دونك هذه العجينه، هذه ديالو من يكمل من الطحين، هذه العجينه. وهنايا هو فين كاين العصير، هنا تاني كيتعصر، كتعصرو بيديك. هذا أرغان كيتعصر باليد. هنايا خلاص راه الطحين، ماشي تقولوا راني، ما تقولوا ما حادقاش، انا راني حادقه. وشوفوني اش كندير، شوفوا الناس ديال سوس، شوفوا الناس اللي كيعرفوا الأرغان، راه أرغان ماشي سهل وراكم عارفينه. المهم غادي تتابعوا معايا مرحله بمرحله حتى تشوفوا النهايه. هنايا هذا املو، منين كمل الطحين ديال الارغان، جات المرحله ديال اللوز وتخلط مع ارغان، ولا هنا املو. هو هنايا كيفاش كيهبط عاوتاني منين كيطحن املو، كيفاش كيهود املو اللوز كيطحن. هذه هي المرحله ديال الطحين ديال اللوز. واش بغيت نقول؟ المهم هذا هو ارغان من تيكون خضر، وهنايا منين كيطيب، وهنايا منين كيبدا يجمعوه العيالات، وهنايا منين كيبس وتيبداو يقشروه، وهنايا منين تقشر صافي غادي. هنايا ملي كيدق، هذيك هي اللوزه ديالو البيضاء اللي كتكون من الداخل، هي هذه. ارغان هو ديالو، راه هو هذا ما شاء الله. وهو فيه تمره بزاف ما شاء الله. هنايا كاينين الماعز كيسرحوا في كياكلوا داك ارغان، وتيكون اللحم ديالهم زوين. هنايا المرحله ديال الطحين، المهم هي هادي، راكم شفتوها من لي ديبي. و المهم هانتوما شفتوا جميع المراحل، وشكرا لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله الف خير. ارغان فيه خمسة ديال الحوايج مهمين، فيه المعالجه ديال القلب وديال التجاعيد، مزيان، وسقوط الشعر كيكون الشعر، المهم مزيان للتجميل ومزيان اللي عندهم الحبوب في وجههم والطراس، ومزيان هو يا في الطياب في الماكله في ديروا به املو. ارغان هو ما شاء الله سبحان من خالق، واحد القو فيه، واحد المتاع، واحد كاين بزاف 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 ديال الفوائد فيه. وهو المشكل ديالو هو منين الناس كيبداو المرحله ديالو كلية صعوبه 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 حتى الماكله، هذا كيزيان بالمعقول، ودوك اللي كياكلوه كيعجبهم، ولكن دوك اللي كيضربوا فيه تمره الله يحسن ليهم العوان. احنا عندنا وما شاء الله عندنا في البلاد، عندنا في تارودانت راه ما شاء الله كاين الناس عايشين غير منه عفوا، عايشين غير منه الناس. العواد ديالو كيطيبوا بهم ما شاء الله. داك العود منين كيطفى، دوك الناس اللي كتكون فيهم الحرقه كياكلوا داك الرماد ديال العود ديالو، كيحيد منهم الحرقه ما شاء الله. هو كله هو دواء، كله هو كله هو. الله خلقه وخلقه غير في مناطق معينه، صويره والنواحي ديالها، اكادير والنواحي ديالو،
ماشي في المغرب كله، وهو وما كاينش في العالم. سبحان الله العظيم، راه في المغرب بوحدو، وهما دوكا راه كيسيو باش يعموه في المغرب، وراه مازال ما وصلوش. المهم النواحي اكادير النواحي ديالو وصويرة والنواحي ديالها، هاد جوج المنطقات. وشكرا لكم وبارك الله فيكم على الحضور، وانا غير بغيت نوريكم المراحل ديالو، وان شاء الله من هنا لقدام الله يرفع علينا وعليكم هاد البلاء، وان شاء الله غادي ندير لكم المراحل ديالو بيديه ديريكت هكا، ماشي يعني باش نوريكم ديريكت شنو هو، غندير لكم اللايف ديريكت تشوفوا بعينيكم ان شاء الله الا بقى العمر. وغادي نمشي ان شاء الله لقادير ونمشي للصويره وندوز لكم هذاك الشيء بالمباشر، ماكشي فيديو ماشي لا. وكنتمنى لكم السعاده، واللي عجبو يدير ليا لايك ويدير ليا خلي ليا تعليق زوين بحالكم. وشكرا لكم على الحضور، ومسخيتش بكم، وبارك الله فيكم، الله يجازيكم بألف خير ان شاء الله، والله يعاونكم ويعينكم. وبلادنا راها زينه، بلادنا راه فيها ما يتشاف، بلادنا راها ما شاء الله. الله يجيب غير الصحه والسلامه والهنا ديال الوقت بسيرته، لهنا لهنا. الى كلتي طريف ديال الخبز مع هذا رقان ونعستي مرتاح، الله يجعل شي بركه. واخا دركا يدخلوا ليه الجبعيات وغلاوه، فواحد الوقت انا كنت كنمشي للبلاد وكيجيبوا لي العيالات ارغان، كنت كتجيب لي جوج يترو، اربعة يترو، خمسة يترو، وكنجيب معايا 30 40 يترو هنايا. وديك الوقت كان بألف فرانك ليترو، دركا راه ولا ب 8000 ريال ليترو، دركا راه لا والله الا كنت كنجيب وكنفرق للناس كنعطي للناس ارغان. كاينين الناس اللي ما عارفينش ليه، كنت كنقول لهم هذا ارغان، تيقول لك شنو هو ارغان، ما دركا راه ولا تعرف ولا الناس كيعرفوه. ايوا هادشي اللي بغيت نقول لكم، وما غاديش نطول عليكم انايا بالهضره. وشكرا لكم على الحضور، بارك الله فيكم وجزاكم الله الف خير، وكنتمنىكم تزوروا هذه المناطق اللي ما زارهاش، ويشوف هذه المناظر الخلابه، راه زعما راه كيمشيو بزاف التوريس. درت لكم هذا المنظر ديال التوريس غير باش تشوفوا راه التوريس كيمشي بزاف، ماشي زعما كاين نقول لكم راه كيمشيو الناس بزاف لتمايا. وكان ما يتشاف، وانا ماشي كندير الاشاره باش تمشيو تشوفوا، لا، اللي بغى واللي ساعدته الظروف، والله يسهل على الجميع. وشكرا لكم جميعا، وكنتمنى لكم السعاده والصحه والسلامه والهنا ديال الوقت، والسلام عليكم.